نعم يعتني بهذا الموضع بالتوحيد بأقسامه الثلاثة، لأن هناك من يعترف بتوحيد الربوبية وينكر توحيد الألوهية. بيان الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وماذا يلزم المسلم الالتزام به. توحيد الربوبية هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. التي شرعها لهم من صلاة وصيام فيعبد مع الله غيره ويدعو مع الله غيره، وهم المشركون في كل زمان ومكان. فهؤلاء يعترفون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية، وهناك قوم يعترفون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لكنهم ينكرون الأسماء والصفات، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كل من يؤول الأسماء والصفات هؤلاء يجحدون النوع الثالث وهو الأسماء والصفات ويؤولونها. نعم، وهل هناك شيء الناس أحوج إليه مثل التوحيد؟ أبدا، لأن التوحيد هو أساس الدين وهو أساس الملة، فبدون التوحيد ليس هناك دين، ليس هناك دين بدون التوحيد. والتوحيد هو هذا، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه. توحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت لله ما أثبته أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. ولا تمثيل. هذا هو التوحيد. الذي أنت بحاجة إليه أحوج من الطعام والشراب والهوى، لأنه بدون التوحيد لا قيمة للحياة ولا قيمة للدنيا والآخرة. بدون التوحيد وتحقيقه والعمل به ومعرفته ودراسته والعناية به قبل كل شيء. نعم.